السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة طبخي صغير، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نحضر واحد تورتة اللي كتجي باردة، اللي كتجي رائعة في المذاق، يعني كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق. كريمة بثلاث طبقات انتم غادي تشوفوا معايا. نعم قطعها، يعني ثلاثة طبقات، وتبقى يعني الطبقة الثانية كتجي بنينة لانها خليط ما بين المالح والحلو. هانتوما هذه الطبقة البيضاء، رغم انها رقيقة فيها واحد البنة اللي كنتمنى انكم تجربوها وتشوفوها ما بين الخليط ما بين المالح والحلو. هذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي هكا. ان شاء الله تجربوها وتشوفوا. ندوزو دابا المقادير والطريقة ديال الوصفة. بالنسبة للمقادير، عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال النيدو، كاس ديال سنيدة، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، وثلاثة البيضات. أول حاجة غادي ندير الماء، غنديرو شوية ديال الماء، غندوب ليها هاد القهوة. من بعد غادي ناخد نيدو، كما كتشوفو الكيسان راه ما عامرينش. غادي ناخد نيدو او حليب غبره، غادي نديرو في المقله على نار مهيله مع التحرك، على نار مهيله يعني نقصو العافيه مزيان ونبداو نحركوه، ما نوقفوش على التحرك، دائما نبقاو كنحركو المقله تكون ما كتلصقش وحنا على نار مهيله، انه دغيا كيلص دغيا كيتحمر دغيا كيتحمر، الا غفلتو عليه غادي يتحرق لكم. انا غادي ندوز دابا من نحمر. هنا من بعد ما حمرتو نتوما غادي تشوفو معايا. كما كتشوفوا معرفتش مع الاضاءه كيبان لكم اللون، هو اللون ذهبي، كيكون اللون ذهبي ديالو، يعني ما تخليهش حتى يولي احمر بزاف لانه غادي يتحرق لكم. دائما مع التحرك حنا كنحركوا لانه في هذا القاع التحتاني كما وريتكم راه كيلصق. دابا غادي نحيدو من المقله حيت باقي سخون، غنحيدو من المقله باش ما يبقاش ديك الحراره ديالو، غادي تبقى تحمر ليا مازال. غادي نخويه فشي تبصيل يبرد مزيان، عاد غادي عاد غادي نكمل المراحل. هنايا واحد الدهنة برد، وغادي نكملو حنا المراحل اللي عندنا. غندير البيض، بسم الله، عندنا ثلاثة البيضات يكونوا خارجين قبل من الثلاجة، يعني واخدين درجة حرارة المطبخ. نزيد ليهم كما شفتو كاس ديال سنيدة ما عامرش، وغنزيد طريقة ديال الملح، وغادي نضرب حتى يضعف الحجم ديال البيض. من بعد ما طلع البيض هانتوما كتشوفو يعني ضعف الحجم ديالو ولا بيض، غنبدا نزيد الزيت بشويه بشويه وانا كنضرب. انا ما غاديش ندير معكم باش ما يكونش صداع، غادي نوريكم غير شويه ومن بعد غادي نكمل. طربت مزيان، ما كندخلش الزيت حتى كنطرب مزيان، حتى كندخل الزيت عاد كنزيد الكميه الاخرى اللي كتبقى عندي شويه بشويه باش ندخلها وسط الخليط. هنا غادي نستعمل الطرب يدوي، وغادي نضيف قهوه سريعه الذوبان اللي ذوبت شويه في الماء،
غنبدا ندير في الطحين. الطحين راه ديجا غربلتو وعندي خمارة وحدة ونص، غادي نستعمل غير النص، وحدة ونص. نضيفو مع الطحين ونغربلهم هنايا. نعم ندير معكم الطحين بالكاس ديال العنبة باش يبان لكم شحال دخلت في الخليط. هنا الكاس الاولاني غنضيف الخميرة كيما هي، قلت لكم وحدة ونص. نضيف الكاس الثاني، ما غاديش نخوي كله، غندير غير النص، وغنزيد الكاكا حتى هو غنغربلو. كي قلت لكم جوج معالق، ندير الكاكاو كحل بزاف. نوريكم لاماسك اللي خديت اول مره كنخدمها، يعني مر بزاف. خديت هاد لاماسك اللي بغاه يكون كحل بزاف، يعني كاكاو مر بزاف، يعني 100% كاكاو، يعني مزيان كما كتشوفوا. نخلط مزيان ونشوف واش غادي نحتاج باقي الطحين. هذا هو القياس بركة، ما غاديش باقي نزيد الطحين، يعني دخلت ليا كما شفتوا كاس وشويه، كاس وربع تقريبا. ولكن دائما ردوا البال على حساب الطحين واش كيشرب او لا، على حساب البيض وعلى حساب البيض واش كبير او صغير. يعني نتوما بداو تزيدوا الطحين هي بشويه بشويه. دابا غادي نجيب المول باش غادي نخدمها، نحرك هادشي اللي طاح. عفوا نسيت، ما زدتش، انا راه خدامه معكم ونسيت هذا. نخليه حتى يبرد مزيان ونضيفوه، واخر ونخلط. نجيب المول، هنا انا استعملت هذا المول، هذا اللي كتحل من تحت كما كتشوفوا، كتحل من تحت. هي المول كبير، الا كان عندكم المول اللي كيتحل من الجد حتى هو تقدروا تستعملوه، واللي ما عندوش يديرها في المول ديال الزاج. في المول ديال الزاج هكاك غادي تبقاو، تبقى الكيك اولا لاطاخت محطوطه في المول ديال الزاج، وتحطوها هكاك عند التقديم. ما الا كان محلول من الجناب اولا هذا الشكل راه كتحيدوها. نحاول نسرحها. نتوما ملي تبغيو تضيفو الطحين حتى تضيفو نيدو هو الاولاني، عاد تضيفو الطحين، يعني تقريبا غيدخل لكم نص الكاس. غادي نحاول نسرحها بشويه بشويه، هي ما خصهاش تكون طالعه بزاف، خصها تكون طبقه رقيقه باش ملي نضيف، لان باقي غنديرو نديرو عفوا جوج طبقات من الفوق.
صافي غادي نحاول عليها بشويه، لانني درت غلط، كان عليا نحط نيدو هو الاول، انا نسيته ما بانش ليا حدايا. صافي دابا ماشي مشكل، غنبدا ندير هكا. نتوما ما ديروش بحالي، نتوما حطوا نيدو هو الاول. هنا كما شفتوا راني سرحتها في المول كلها هي، وغادي ندخلها دابا للفران. طيب على درجه حراره 150، ماشي عليها من التحت. صافي طيب، وغادي تاني نخرجها من الفران وتبرد، عاد غادي نصوب ليها الطبقه الثانيه خصها حتى تخرج وتبرد. هنا كما كتشوفوا معايا، من بعد ما طاب لينا الكيك خليته شويه هنا يدفى، غادي ندوز دابا نوجد المقادير ديال الكريمه اللي غادي نديرو فيه. بالنسبه للكريمه كما كتشوفوا معايا، عندي ياغورت بنكهه الفاني، غادي نحطو هنا عندي نص كاس ديال حليب أبرة أو نيدو، غادي نخلط. غادي نضيف نص كاس ديال السنيدة، هاد الطبقة كتجي بنينة لأنها فيها خليط ما بين الملح والحلو. هنايا عندي كيما كتشوفو ستة الفرماجات، عندي 3 مربعين أو 3 مثلثين، تقدرو ديرو 6 مربعين أو لا 6 مثلثين، أو لا تقدرو كيما درت أنا تخلطوهم. هنا غادي نديرهم وغادي نحاول انني نخلطهم ونلجغهم. هنا كما كتشوفوا انا حركتها مزيان غير بالقوي، الفرماج من الاحسن يخرجوه من الثلاجه قبل، الا كنتو حاطينه في الثلاجه يخرج من الثلاجه باش يكون سخون ويجي ساهل انه يتخلط ليكم دغيا. هنا صافي غادي نسرح هاد الطبقة الداية، الطبقة راه كتكون طبقة خفيفة. غادي ندخلها للفران، ماشي عليها من الفوق غير تحمر، يعني نحس بها بدات كتحمر صافي ونحيدها. دابا ندخلها للفران كما كتشوفوا هنا، من بعد ما خرجتها من الفران كي تشوفوها تات بحال هكا كتكغاتينا من الفوق، صافي نحيدوها نحطوها جانبا باش نخدمو. عندي هنايا كاس ديال الحليب، عندي كاس ديال الحليب، عندي غنديرو في كاسرول كما كتشوفو كاس ديال الحليب، غادي نضيف ليه 3 معالق كبار ديال السنيدة. بالنسبة لي غيستعمل هاد الفلون الصغير، لي غيستعمل هاد الفلون الصغير هاد الصاشية هادي، غيستعمل 3 الكيسان ديال 3 المعالق عفوا 3 المعالق كبار ديال السنيدة. بالنسبة لي غيستعمل الفلون كبير ما يديرش السنيدة، كما كتعرفو الفلون كبير راه أصلا زايدين فيه سنيدة، اللي يستعمل هذا يدير سنيدة، اللي يستعمل كبير ما يحيد سنيدة. 3 معالق كبار، عندي هنايا 3 معالق كبار نتاع حليب أبرة نيدو، وعندي هنايا 2 معالق كبار نتاع الكاكاو. الكاكاو اللي وريتكم اللي استعملت معكم انايا لانه مر بزاف، درت غير 2 معالق كبار. بالنسبة للناس اللي عندهم الكاكاو العادي اللي كيكونو ديالو قهوي يديرو 3 معالق كبار. غادي نطربو، ها
غادي نخلطهم، غادي نخلطهم مزيان ونديرهم فوق البوطه حتى يعقدوا، عاد غادي نخليهم فوق الكيك ديالنا. كما كتشوفوا هنا انتما كنخليو حتى كيغلى مزيان، ها هو عاد غادي نخويه فوق الطبقه هادشي. نخليوه يبرد، تبرد مزيان، هاد لاطاس كتبغي تكون باردة مزيان. صافي نخليوها تتبرد مزيان، عاد غادي نشوفو الشكل النهائي ديالها. نحطط شتو كي كيجي المنظر ديالو، واحد الريحه فيه، واحد الريحه طالعه غزاله هنايا. تقدروا تخليوه هكا، تقدروا تخليوه بهاد هكا يعني بدون تزيين. انا حنا غادي نزينو شويه، عندي هنا شويه تاع اللوز كونكاسي هكا، غادي واحد شويه كيك خفيفه هنا في الجناب. تقدروا تزينوا بلي بغيتوا، يعني اي حاجه عندكم في الدار تقدروا ديروها، سواء كان عندكم شوكولات فيرميسيل كحل او بيض تقدروا حتى هو ديروه، لوز كاوكاو القرقاع اللي متوفر عندكم تقدروا ديروه بهذه الطريقه. وغادي ندير شويه نتاع لي بيبي دو شوكولا بيضين، ما كاينش يا ماما وسط تاع شويه تاع صافي تكون غير خفيفه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، انتما كتشوفوا كتجي رائعه، وحتى المذاق كتجي بنينه بهذيك الكريمه اللي كنديروا ديال الفرماج والياغورت، انا ما بين الملح والحلو كتجي رائعه. نتمنى ان الوصفه تكون تعجبكم، ما تبخلوش عليا بتعليقكم، والى عجبتكم قناتي ديروا جيم وشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجوا مع اصدقائكم. استودعكم الله.